الكرزات يحيى عضو مكتب عضو مجلس الوطني ديال لا سي دي تي والكاتب ديال الاتحاد المحلي للعروي كاتب اقليمي ديال التعليم. اذا اليوم كنحضروا في هذا الشكل النضالي والاحتجاجي الذي دعت اليه الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل في باقي نقاط المغرب. اولا كل احتجاج وكل التنديد بالطريقه التي عملت به هذا الاحتجاج من حيث منع المسيره، وهذا الغلاء فاحش هو متاصل وبسبب اولا عدم وجود مقاربات اجتماعيه من اجل من حد هذا الغلاء، وكذلك الرغبه في استهداف الجيوب نتاع المواطنين وخصوصا الطبقه المتوسطه. كذلك نحتج ضد النقوص وفي الحريات العامه والحريات النقابيه على اعتبار ان الان الدوله تستهدف مجموعه من السياسيين المدونين والصحفيين ثم تجرم العمل النقابي وغيره. ثم كذلك نحتج ضد عدم الوفاء لمجموعه من الالتزامات الاجتماعيه او الاتفاقات الاجتماعيه. ثم كذلك نحتج ضد المحاكمات التي طالت الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، ثم الطرق من اجل التخويف وذلك بتوقيفهم مؤقتا في انتظار احالتهم على المجالس التاديبيه. اذا نحتاج اليوم وسنحتاج غدا، والاحتجاج مستمر الى ان نحقق الكرامه العداله الاجتماعية لهذا الشعب الكريم. باش ننهيو بها هذه الوقفه هذه اللي تفضل النائب ديال الكتيبه الراه تحيه نضالي ولا صحه ولا تعليم ولا حقوق لقوانين. الكلمه الختاميه الاخوات والاخوه الحضور الكريم، تحياني
في هذا اليوم الاحتجاجي الذي دعت إليه منظمة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من موقع مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية وهويتها ومبادئها ووفائها لقضايا الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية. إننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عطى واحد الكلمة باش نهيو بها هاد الوقفة هادي اللي تفضل النائب ديال الكتيفة. تحية نضالي.